الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده ان شاء الله عايزين نعمل كده حاجه يعني في الخفيف، اللي هي حاجه 5 دقايق كده ويطلع معانا الديكور حلو. يلا خلينا نبدا. معانا يا جماعه قطعه كرتونه حضراتكم شايفينها دي، تمام؟ دي 25 في 12، تمام؟ فاحنا هنقسم الكرتونه من هنا كده، وهنقسم الكرتونه من هنا، وهنبدا نوصل العلمين دول ببعض. فاحنا هنقسم الخط ده نصين، يعني 13 سم كده، تمام؟ هنبدا يا جماعه نقسم من هنا كده 2 سنتيمتر، ومن هنا برضه 2 سنتيمتر، ومن هنا نفس الحكايه. هنبدأ نقيس يا جماعة 1 سنتي في الأطراف كلها زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام؟ وطبعا احنا عملنا المربعات، عملنا مربعين تاني، كل ما بننزل كل مربع بيصغر. هنا نفس الفكرة. بعد كده هنبدأ ناخد العلامات دي وهنبدأ نوصل من هنا كده. فنبدأ ناخد السبراي باللون الأحمر، أنا هاخد الصمبة اللي احنا عملناها، لكن أنا كبرتها شوية يعني وزودت عدد المربعات لو تلاحظوا، بس هي نفس الطريقة يعني نفس الشغل. هنبدأ نثبت الصمبة بتاعتنا بزاوية 45، ممكن تعملها مستقيمة مفيش مشاكل، لكن خليها 45 أحسن. ونقول بسم الله. نعمل مربع الأسود هيا معا. نبدأ نعمل نقطة بيضاء يا جماعة في النص هنا كده، تمام؟ بالشكل ده. نبدأ يا جماعة آخر خطوة، هناخد أبيض بلاستيك أبيض مطفي على إيدك كده على صباعك، وهتبدأ في الأشكال اللي إحنا عملناها كده، تعمل دايرة هنا، دايرة أصغر، دايرة أصغر، أصغر. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الدرس بتاعنا. اتمنى الدرس يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الدرس مش عاملين لايك شير، لو ما شفتوش القناه شاركوا القناه وفعلوا زر الجرس، ولو بتتابعونا من على صفحه الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك للصفحه. متابعه، نشوف حضراتكم على خير ان شاء الله، دروس قادمه في قناه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.